سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. والصلاة والسلام على من سار الليل وصعد للسماء ووصل لسدرة المنتهى التي عندها جنات المأوى. أما بعد، نتحدث من خلال إذاعتنا عن رحلة من أعظم الرحلات التي قام الرسول صلى الله عليه وسلم بها، هذه الرحلة السماوية التي سار بها الرسول صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل من المسجد الحرام المسجد الأقصى راكبا على البراق، وتعتبر الدابة التي خلقها الله للأنبياء فقط. سلام الله عليكم جميعا. يبدأ فقرات الإذاعة. الإسراء والمعراج معجزة حقيقية حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة للبعثة بعد وفاة زوجته خديجة رضي الله عنها وعمه، وبعد حزنه ومعاناته صلى الله عليه وسلم وتعرضه للأذى من المشركين في مكة والطائف، فأكرم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الرحلة الربانية المباركة. وبين ذلك قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. الإسراء هو انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وسمي بالأقصى بذلك لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام. والمعراج هو الصعود به صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى على البراق، والبراق هي الدابة التي ركب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته. ففي الحديث: ثم أتيت بدابة دون الباغر وفوق الحمار أبيض. الآن مع الطالب حمزة. سبحان من أسرى بأفضل خلقه بمحمد خير الخلائق والورد للمسجد الأقصى أتاه مشرفا من مكة قد صار من أم القرى، حيث التقى بالأنبياء يؤمهم صلى بهم جهرا وهلل وكبر، وعلى البراق إلى السماء معرجا ومع الأمين بكل ثبت قد صار. الإسراء والمعراج. ما هي قصة الإسراء والمعراج كاملة؟ ليلة الإسراء والمعراج بالتفصيل هي معجزة إلهية دام الله بها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته ونصره أمام قومه، معجزة كبيرة إذ أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليخفف عنه من قيه من أذى أهل الطائف وموت عمه أبو طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها كي يرى من آيات الله الكبرى. والآن مع طالب إبراهيم. هل تعلم بأن السبب بحدوث ليلة الإسراء والمعراج هو حزن النبي على وفاة عمه وزوجته؟ هل تعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الرحلة المباركة التقى بالكثير من الأنبياء سواء بالمسجد الأقصى أو السماوات السبع؟ والآن مع الطالبة آمنة. معلومات عن الصلاة. الصلاة هي أول شيء يحاسب عليه المسلم في قبره. الصلاة تساعد على الزوال الهم والغم والحزن من الإنسان. الصلاة وسيلة من وسائل العلاج النفسي، وذلك لأن الله تعالى فرضها في رحلة الإسراء والمعراج، والتي كان النبي قبلها يعاني من الحزن على موت زوجته خديجة وعمه أبو طالب، فجاءت الصلاة لتخفف عنه الحزن. والآن مع الطالب آدم. يقصد بالإسراء والمعراج ما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أسرى به الليل من مكة إلى بيت المقدس في فلسطين، أي انتقل لليلة من مكة إلى القدس، ثم عرج به إلى ملاء الأعلى عند صدر منتهى، أي صعد إلى السماء روح وريحان، نشر الأحباب بالرحمن. السائل
الله أن يجعل بسامتكم عادة وحيدا يثكم عبادة ومن ومناسبتكم سعادة وخادمتكم شهادة. مبارك عليكم الإسراء والمعراج في ذكر مباعدة نبوي، وكل عام وأنتم بخير. بنور هدينا من مكة حبيب نور سطى المدينة، من صلى صلاته فتح النفس باته، لا بخت مطل وماشي شفار السماته. صلي على السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. عيوني تشتاق له والقلب يحن له، حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد، أفديه بعمري كله. الله 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 الله. بالجمل جيله يبكي دمعه على خده يجري، إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على قدمي، حتى إذا لم تدع شأما لمستبق من الذنو ولا مرقى لمستلم، حفظت كل مقام بالإضافة إذ مدينت بالرفع مثل المفرد العلمي، كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم. سبحان الذي أصفى بعد الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن الصلاة فرضت على المسلمين في ليلة الإسراء والمعراج. أهلا وسهلا بكم في مدارس العربية الوطنية، نحيطكم علما بأن التسجيل ما زال مستمرا من الروضة وحتى الصف الثامن الأساسي للبنين والبنات. نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.